تم الاختيار. ستار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتنا لكم وأهلا وسهلا بهذا الاستعراض البسيط لمشكلة كبيرة جدا، وهي إزالة أيقونة التحرير من الواتساب. إنها مشكلة، لا ياب لا مشكلة ولا هم يحزنون، تعالوا ويانا نراويكم شلون نحذف الرسالة الصوتية أو الكتابية أو نسوي لها مشاركة أو تحويل، أوكي، بدون ما نطفي الناطق ولا نسوي أي شيء ولا نحرر. إن شاء الله تتحرر كل مناطقنا. تحياتي لكم، وأتمنى يتعمم هذا الشرح للجميع. اشرد، يلا ننطلق. مبدل التطبيق أريو شيك واتساب، قيد التشغيل أريو شيك واتساب، قيد التشغيل. هذا الواتساب. بس احنا وين؟ الدردشات، الكفيف التقني العراقي، المشاهد، أيقونة المجموعة، زر. لا ماكو تحرير، شلون نحذف؟ يابا قيد التقدم، زر الرسائل الكاميرا، زر أنشاء رسالة، مشاركة وسائط، رسالة صوتية من أبو الدردشات، زر الرو، زر أنشاء رسالة، مشاركة رسالة صوتية من أبو شروق، 1:03 صباحا، سي الموقع الحالي، 0 من الثواني، من 18 ثانية، تعديل. أبو شروق صعب، 1:03، إيش عندك راس الرسالة؟ خلني أمسح رسالتك، أوكي؟ خلينا نمسح رسالتك والرسالة اللي قبلك، لأن رسالة اللي قبلك من كتابية. شو؟ محمد تكليف، العفو مبتسما، 1:02، أيه. رسالة صوتية من أبو شروق، 1:03 صباحا، سي الموقع الحالي، 0 من الثواني، من 18 ثانية، أوكي. تعديل. هسه هاي رسالة صوتية مو كتابية، راح نضغط عليها 3 مرات على السريع بإصبع واحد. رسالة صوتية من أبو شروق، زر الرو، الكاميرا، أنشاء رسالة، حط لي النص، مشاركة وسائط، زر، رسالة صوتية من أبو شروق، 1:03 صباح، رسالة صوتية، مشاركة، أنشاء الكاميرا، زر الرسالة. اوكي خلني اشوف رسالة كتابية. انشاء مشاركة وسائط، رسالة صوتية من محمد تكليف، العفو مبتسما، 1:02، محمد تكليف، العفو مبتسما، زر الرسالة، حذف عنصر القائمة. اوكي احنا خلينا نتفق على شغلة، اذا تريد تنسخ، اذا تريد تحذف، او اذا تريد تسوي مشاركة، تحويل عنصر القائمة، يعني. رسالة الى محمد تكليف، تحويل عنصر القائمة. زين احنا نريد نسوي تحويل لرسالة ابو شروق او تشم رسالة صوتية. يلا خلينا نقول تحويل، رسالة تحويل عنصر القائمة، تحويل عنصر القائمة. لما ضغطنا على تحويل، محمد تكليف، العفو مبتسما، رسالة صوتية من فورورد، زر. لما ضغطنا على تحويل ايش طلع لنا بالاخير؟ اخر شيء، شوف شو يقول، تم تحديد مشاركة، تم تحديد واحد من الرسائل، معدم، زر. اها تم تحديد واحد من الرسائل اللي هي هي رسالة محمد تكليف. يابا نريد رسالة صوتية احنا، نرجع. رسالة تم الاختيار، رسالة صوت تم الاختيار، محمد تكليف، العفو مبتسما، محمد تكليف، العفو مبتسما، 1 رسالة صوتية من ابو شروق، 1 رسالة صوتية من ابو شروق، 1:03، محمد تكليف، رسالة صوتية من زائدة 9 6 4، رسالة صوتية من زائدة، رسالة صوتية من محمد تكليف، رسالة صوتية من محمد تكليف، 1:01، رسالة صوتية من زائدة 9 6 4 7، رسالة صوتية من زائدة، رسالة صوتية من محمد تكليف، 12، رسالة صوتية من محمد تكليف، مشاركة. شوف كم رسالة حدد، تم تحديد 5 من الرسائل، معدم، اها وكلها صوتية. خلينا نحدد بعد وياها كتابية. فورورد، رسالة محمد، رسالة محمد تكليف، العفو مبتسما، تم الاختيار، محمد تكليف، رسالة فورورد، تم تحديد 6 من الرسائل، معدم، زر. زين هسا حددناها، شو نسوي؟ مشاركة، زر، تم تحديد، فورورد، زر. لا تعطيه مشاركة، إذا مشاركة يعطيك عبر الرسالة وعبر المدري شنو، اعطيه فورورد راح يوديك لمن؟ إلى فورورد. الدردشات، بحث، حقل الكفيف التقني العراقي، كفيف تقني احمد الكربلائي المحمود، فانا لا تعمل ابصاري ولكن تعمل الكربلائي في الصدور. زين ننطيها ويرحل وفي ماله. زين خلينا نقول له الغاء وريد نحذف رسائل. الغاء، الغاء، زر، الغاء، زر الكاميرا، زر الكاميرا، انشاء مشاركة وسائط، رسالة صوتية من ابو شروق، 1:03 صباحا، سي محمد تكليف، العفو مبتسما، 1:02، محمد تكليف، العفو مبتسم، رسالة مشاركة، انشاء رسالة الكاميرا، زر، زر الرسائل الصوتية، زر. اها نسخ عنصر القائمة، حذف عنصر القائمة. اها نروح للحذف، ما راح ينحذف، حذف عنصر القائمة، ما راح يقول 9 6 4، تم الاختيار، محمد تكليف، العفو مبتسم، رسالة صوتية، مسح، زر. شوف ما راح يقول لك تأكيد انت تريد تمسح، لا يطلع لك مالت التحديد، تم تحديد واحد من الرسائل، شوف يقول لك تم تحديد واحد من الرسائل. خلنا نحذف الرسالة، هاي الرسالة حددناها رسالة محمد كتابية. رسالة صوتية، بعد رسالة صوتية، رسالة صوتية من أبو شروق، 1:03 صباحا، رسالة صوتية من أبو شروق، 1:03، تم تحديد 2 من الرسائل، معتمد. حدد رسالة صوتية ورسالة كتابية.
مسح رسالة كمل رسالة صوتية رسالة صوتية من محمد رسالة صوتية من رسالة صوتية من محمد تكليف رسالة صوتية من محمد تكليف رسالة صوتية من زائدة 9 تم الاختيار محمد تكليف العفو مبتسما الواحدة واثنتان الدقيقتان صباحا سي تم تحديد الرسالة الكتابية يقول لك تم التحديد أما الرسالة الصوتية ما يقول تم التحديد بس هي تتحدد والدليل نصرف للأخير ونشوف إيش قد صار تم تحديد 3 من الرسائل شوف تم تحديد الرسالة 3 من الرسائل أريد نشيل التحديد عادي روح نشيل التحديد ماكو إشكال وبعدين إيش نطيهن نطيهن مسح خلاص حذف 3 من الرسائل حذف 3 من الرسائل قال لك حذف 3 من الرسائل تريد تحذف 3 ألغى حذف 3 من الرسائل زر حذف مشاركة وسائل رسالة مشاركة أنشاء رسالة الكاميرا زر الرسائل الصوتية الكاميرا أنشاء مشاركة وسائل رسالة صوتية من زائدة 9 6 رسالة صوتية من زائدة 9 رسالة صوتية من محمد تكليف الثانية 12 رسالة صوتية من زائدة 9 ما هن رسالة أبو شروق ولا رسالة محمد تكليف الكتابية ولا قبلها الصوتية هذا كل ما يتعلق ب أيقونة التحرير اللي انحذفت وصارت شنو صارت عليها هنا اليوم هو مو بس هنا مو بس هنا وللأسف مو بس هنا يعني ما أدري المهم تحياتي لكم وإن شاء الله كلكم تحدثون وماكو أي مشاكل وإن شاء الله ما يقول الأبل ستور تحديث واحد متوفر تحديث واحد متوفر أنا أتخبر من هاي الكلمة تحديث واحد متوفر أو تحديثين متوفرات لا هسه بس الواتساب بقى الفايبر بقى الفايبر صحيح بمشكلة بالتحديث وأكيد راح يحدثونه وإذا حدثوه أنا أول المحدثين لأن هسه بالمكالمات أنا عندي إذا يتصل بي واحد أو أنا أتصل بواحد رأساً يخرج من البرنامج والرسائل أيضاً ما يقرأ الرسائل اللي وديتها ولا الرسائل المستلمة تحياتي لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسين العراقي يحييكم مبدل التطبيق أريو شير قيد التشغيل أريو شير قيد التشغيل أريو شير ريكورد تم الاختيار تم الاختيار ستار زر